على مدار الأيام الماضية زي ما حضراتكم عارفين العالم كله بيتابع مستجدات زلزال شرق المتوسط، والحقيقة الزلزال ده أسقط آلاف الضحايا. طبعا حتى هذه اللحظة الأعداد بتزيد ومفيش أرقام ثابتة، يعني كل شوية الأرقام بتزيد مفيش رقم ثابت، وده طبعا إحنا عارفينه لأنه الحقيقة هذا الزلزال اللي رج الأرض كلها، بالتالي أنه أحياء وناس والبحث شغال طول الوقت وأرقام بتزيد طول الوقت. أنتم عارفين أنه مصر طبعا يعني كعادتها دايما بتبقى سباقة لأي مساعدات، وده كان حتى في وقت الكورونا لو تفتكروا إزاي مصر كانت سباقة للمساعدات، فما بالك أيضا كمان بأشقاء عرب يعني أهلنا وناسنا. ففرق الإنقاذ المصرية الحقيقة كانت أول الواصلين للأراضي السورية، زي ما أنتم شايفين طائرات المصرية طارت إلى أهلنا في سوريا علشان نساند الشعب السوري في محنته، زي ما مصر مستقبلة بلا الشعب أعداد كبيرة جدا وجالية عظيمة موجودة في مصر على أرض مصر وهم أشقاء وأيضا أهلنا موجودين معانا، لكن المساندة الآن يعني هذا الكابوس والزلزال. خليني ناخد كده يعني مزيد من التفاصيل ومع نائب المدير العام للدفاع المدني السوري الأستاذ منير مصطفى. مساء الخير أستاذ منير. مساء الخير لك والأخوة والمشاهدين والمستمعين جميعا. يعني طبعا يعني عزاءنا المتواصل للأشقاء والضحايا وقلوبنا كلها معاكم الحقيقة والدعوات من القلوب. يعني كلمنا عن المساعدات وإزاي أن المساعدات دي تقدر يعني تساعد ولو حتى بالقليل علشان يكون لنا هذه الوقفة جنب الأشقاء في سوريا. هلا في الحقيقة أنا سأبدأ كلامي بالشكر من القلب من الشعب السوري للشعب المصري الشقيق وللمساهمة القيمة التي يساهمونها في رفع المعاناة عن هذا الشعب. في الحقيقة مساعدات حقيقية بإمكانيات وآليات لحتى الآن في منطقة شمال غرب سوريا لم تصل إلى داخل هذه المناطق باستثناء الفريق المصري الذي دخل عبر معبر باب الهوى، المعبر الذي يصل بين سوريا وتركيا مع فريق إيهاها وهي منظمة تركية. وصلوا هم يتألفوا من فريقين، فريق طبي 5 أطباء وفريق عنده خبرة في البحث والإنقاذ، انضم فورا إلى فريق الخوذ البيضاء في مكان العمل مباشرة، يعني من لحظة وصوله إلى الأراضي السورية في شمال غرب سوريا انضم مباشرة إلى فريق البحث والإنقاذ، وهو حتى الآن يعني يساعد فريق الخوذ البيضاء لانتشال العالقين من تحت الانقاض. حقيقه يعني لم تصل اي مساعدات حقيقيه باليات ومعدات الى شمال غرب سوريا حتى الان، لم تدخل اي مساعدات حقيقه باستثناء هذا الفريق الذي خوامه من الاخوه والاشقاء في مصر الشقيقه. للاسف يعني دخول المساعدات جدا مهم وخاصه في الوقت الذهبي الذي هو 72 ساعه، وللأسف الآن تجاوزنا نحن هذا الوقت الذهبي. أول 72 ساعة في مثل هذه الكوارث تكون هي فرصة ذهبية وهو وقت ذهبي لانتشال أو سحب العالقين وهم أحياء من تحت الأرض. طبعا اليوم وبكل حزن نحن نرى عدد الوفيات ويزيد، كما أسفتي وذكرت، يزيد وبسرعة، وعدد المصابين توقف للأسف. اليوم ومنذ ساعة يعني وصل عدد القتلى في شمال غرب سوريا، هذه المنطقة التي هي للأسف كانت منسية في هذه الكارثة، وصل عداد الخطر إلى 2030 قتيل حتى منذ ساعة هذا التقرير، وللأسف منذ ساعة حتى الآن أنا متأكد أن العدد زاد عن ذلك، ولكن لا إحصائية منذ ساعة حتى الآن. عداد المصابين وصل إلى 2950 وهو ثابت منذ أكثر من 7 أو 8 ساعات، لم يزيد عداد المصابين أبدا. هذا دل على شيء، دل أننا دخلنا حقيقة في الوقت الذي يكون أن تعثر على حي تحت هذه الأنقاض هي شبه معجزة، يعني ولن صحيح. يكون هناك أحياء إلا ما نذر. فلذلك يعني ناشدنا نحن من اللحظة الأولى، الكارثة كبيرة لا يمكن أن يتحملها دول، وهذه المنطقة التي هي كانت بالأصل منسية، هي كانت تتعرض للقصف من نظام بشار الأسد، هي كانت تتعرض لكافة أنواع المعارك، ليس فيها بنية تحتية، هي محط
للنزوح لعشر سنوات منذ بداية يعني الثورة السورية. نحن الآن للأسف يعني نتعرض أيضا إلى تمييز آخر، يعني لا نعرف ما هو هذا السبب، ما هو سبب هذا التمييز. عشرات القوافل والطائرات حطت في مطارات. كلمني كمان، كلمني كمان أستاذ منير عن الطقس. أنا عارفة أن الطقس ثلوج وشديد البرودة كمان. الحقيقة يعني الطقس هو العامل الآخر الذي يزيد من معاناة العالقين تحت الأنقاض، ويزيد من معاناة السكان الذين تركوا منازلهم بسبب الصدوع والهزات الارتدادية. العالق تحت الأنقاض هو شخص يتعرض للنزيف، يتعرض للهرس والضغط تحت هذه الصبات البيتونية، وهذا الشخص بطبيعة الحال يفقد من حرارة جسمه بسبب الدماء التي تنزف من جسده، فما بالك عندما تكون درجات الحرارة تصل إلى الصفر وتحت الصفر، وهذه درجات الحرارة تساهم ببروز الجسم أكثر وأكثر، وتساهم في القضاء على العالقين تحت الأنقاض أو أن يكونوا في عداد الأموات في ظروف يعني في وقت أسرع بكثير من لو أن الـ 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 يعني الـ الـ الدرجات الحرارة تكون أعلى. ناهيك عن الأشخاص الذين تركوا بيوتهم بسبب الصدوع والشقوق التي نتجت عن هذا الزلزال، العديد من الهزات الارتدادية التي حصلت لا يمكن أن يعودوا إلى منازلهم طبعا. وهم الآن يفترجون العراء. يعني جهدت القوات البيضاء الدفاع المدني هو والمنظمات المحلية والمدنيين الموجودين في شمال غرب سوريا لبناء بعض المخيمات لإيواء هؤلاء السكان، ولكن للأسف كل هذه المخيمات لا يمكن أن تتسع لأعداد كبيرة، الآلاف بل الآلاف يعني هي موجودة الآن بالشوارع، ولا أعتقد أن أي مخيم دون أن يكون هناك مساعدات تصل إلى هذه المنطقة يمكن أن يحتوي هؤلاء الأشخاص. يعني للأسف أنت حتى الآن يعني تلاحظين أشخاص أو ترين أشخاص هم موجودون تحت الأشجار، موجودون في الحدائق العامة، موجودون في أماكن طبعا. يشعلون القليل من النار حتى ينالوا قصة من الدفء، يفترشون الأرض، يلتحقون ما استطاعوا أن ينتشرون من أغراض منزلهم من تحت الأنقاض. الوضع صراحة الوضع قاسي وكابوس، وكل ما نتمناه أنه ربنا يخفف هذا البلاء والابتلاء عليكم. ويعني ده كان أقل شيء الحقيقة مصر تقدمه، ومصر دايما يعني تقف جنب الأشقاء سواء كانوا على أرضها أو في أماكنهم. يا رب ربنا يخفف كل الدعوات من القلوب إلى يعني الإخوة في سوريا في يعني هذه المحنة الكبيرة. الأستاذ منير مصطفى نائب المدير العام للدفاع المدني السوري، يعني نتمنى أن يخفف الله وأن تكون هذه المساعدات خير يعني سند بإذن الله. الوضع الحقيقة صعب جدا، الوضع صعب، والوضع صعب انه الجميع كله، انا شايفه كمان يعني عدد كبير من الشخصيات العامه والفنانين السوريين وكده اللي بداوا فعلا بالتبرعات والمساعدات، وده لازم يكون الحقيقه مساعدات كبيره. فاكرين كلمه السيد الرئيس منذ توليه حكم بلادنا؟ ما كانش بيتكلم بس على مصر، كان بيقول بالنسبه للاشقاء مسافه السكه. ففي كل لحظه لما بيبقى في موقف انت بتشوف بنفسك الطائرات المصرية وهي تطير مسافة السكة بس. ربنا يخفف البلاء والابتلاء عن الأهل الموجودين في سوريا، ونقدر نعدي هذا الكابوس.